حديث اكثر حول تفاصيل المباراه مع الكابتن احمد صلاح مدرب فريق الكهرباء. كابتن، يعني تعادل ما اعرف مرضي بالنسبه لكم لو غير مرضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم الحقيقه. انا اعتقد مباراه يعني نوعا ما متكافئه، انت اليوم تلعب امام القاسم، انا اعتقد فريق القاسم من الفرق المحترمه، دائما اقول اصعب الفرق اللي واجهتها خصوصا من تشيل معهم، يعني كنت مدرب مع زاخو، فريق القاسم تعادل في الملعب، فلا تعرف بالتاكيد يعني كل الامور هي بصالحهم، تعرف ملعبهم، الاجواء، التارتان، يمكن اول مره ثاني مره يلعبون، المباراه الاولى خسرنا 3-0 معاهم بالكاس، انا اعتقد اليوم الشوط الاول ضيعنا اكثر من فرصه، كنا نستحق الفوز، حتى الشوط الثاني ضيعنا فرصتين وثلاثه، ورا الجول ضيعنا فرصه، صار علينا جول يعني خطا، فرصه واحده سجلوها الاخوان نادي القاسم، لكن انا برايي نقطه من نادي القاسم وهو منافس لك، انا اعتقد ممتازه جدا النقطه في امام القاسم، لاعبين جيدين، كذا تدريب على مستوى عالي، انا اعتقد المطلوب من قبل الفريق الا الكهرباء ولا القاسم، الشوط الثاني كانت المباراه اجمل وافضل. شوف لو انت تشوف كارقام الشوط لو تعيده احنا 5 فرص محققه للتسجيل، هذا الاسلوب بتلعب امام القاسم، الشوط الثاني نوعا ما اول 15 دقيقه كنت مع اللاعبين نفتح الملعب اول 15 دقيقه هذا اللي ردناه ورجعنا غلقنا، لكن كره عرضيه صارت علينا هدف، لكن الحمد لله على كل حال النقطه امام نادي القاسم نقطه ممتازه، وخصوصا احنا فريقنا، وبالتالي انا اشكر الكابتن عباس عطيه على هذا الفريق المحترم، ربي يوفقه وان شاء الله كمل مسيره النجاح ان شاء الله. السؤال الاخير في ظل النتائج اللي حققها فريق الكهرباء قبل تسلمكم المهمه، يعني البعض وصف قبولك للمهمه بالانتحار على اعتبار انه انت قادم من فريق زاخو، حققت مع فريق زاخو نتائج كبيره في وقت انه فريق الكهرباء رغم الاداء اللي قدمه لكن نتائجه غير يعني مرضيه، غير ملبيه للطموح، وبالتالي هو يعني يحاول انه يبتعد عن مراكز الخطر، يبتعد عن الهبوط. نادي الكهرباء مع الكابتن عباس عطيه فريق محترم جدا، لكن ينقصه بس التوفيق، يعني انا شفت اكثر مبارياتهم النهايات، حتى اليوم لو تشوف احنا يعني 5 فرص قلت لك محققه ما سجلنا، كره واحده سجلنا صار علينا هدف، الفريق محترم صح، هي نوعا ما تحدي، انا احب التحدي دائما، حتى من استلم الثاني زخو تحدي، وايضا الكهرباء تحدي، ان شاء الله احاول انا ابقي الفريق ان شاء الله بالدوري، ويستحقون، لاعبين ممتازين، اداره ممتازه، واكمل مسيره الكابتن المحترم عباس عطيه. كل التوفيق، شكرا لك. ايضا الكابتن نعيم رحيل مشرف فريق القاسم، كابتن الجمله اللي دائما اقولها كل ضيوفي من فريق القاسم اداره مدربين القاسم فريق غير مقبول، ربما يقدم في اغلب المباريات لكن النتيجه ما تكون في صالحه، اليوم شفنا ربما الشوط الثاني افضل من الشوط الاول، الاداء الى حد ما كان متكافئ بين الفريقين، لكن ايضا الفوز غاب عن فريق القاسم عفوا، وين المشكله؟ سعد اول مره يقول الف مبروك للكهرباء على النقطه، وهارد لك نادي القاسم بهذه النقطه، دائما الانتكاسه مره اخرى تلاحقنا، فريقنا دائما يلعب بصوره جميله ولكن غير محظوظ، لا نعرف الاسباب وين تكون الاسباب ما نعرفها، بس ان شاء الله التعويض صار صعب في المباراه القادمه، بس نقول ان شاء الله نعوض في مباراه نفط الجنوب ومباراه صناعه الكهرباء في ارض على ملعبنا، وان شاء الله الله يوفقنا في الفريق. شنو اللي يعني يحول دون تحقيق الفوز؟ اذا كان فريق القاسم يؤدي يوصل للهدف لكنه النتائج ما جاي تجي يعني ملبيه لطموحاتكم، فريقكم يعني في مكان خطر، يعني ربما مهدد بالهبوط، شو راح تتعاملون ويا قادم المباريات؟ استاذ انا اوعدك نادي القاسم لم يعد من الفرق المهدده ويبقى وباقي بالدوري الممتاز على ضوء الامكانيات اللي عندنا عكس اللي الفرق اللي عندنا ما عندها ادوات مثل الادوات اللي عندنا، ولكن استاذ قلت لك هو الملعب يمكن هو النحس لهذا الملعب لحد هاي اللحظه لم نحقق عليه اي نتيجه ايجابيه ملعبنا، بل كنت احنا قرارها اداريا ان شاء الله نحول ملعبنا الى ملعب النجف، ملعب كربلاء او غير ملعب ان شاء الله. هذا القرار تاخر وايد، تحدثتوا به انه قضيه الانتقال الى ملعب اخر؟ ننتظر قرارها اداري في الاجتماع القادم، وان شاء الله هم يعني لازم نوجه عقوبات للعقوبات الاداريه ومال اللاعبين للمره اخرى سببوا لنا انتكاسه واضرار لجمهور مدينه القاسم ولمدينه القاسم. وانا تعقيب على كلامك انه تقول ان شاء الله انه راح يبقى فريق القاسم، اكيد هاي امنيتنا انه فريق القاسم وكل انديتنا كلها اريدها انه تستمر معانا بالدوري، عموما كل التوفيق لكم قادم المباريات كابتن. ان شاء الله كابتن، اوعدك ان شاء الله بعد انتهاء دورك لك القاسم باقي ان شاء الله. كل التوفيق يا رب. إذا مشاهدينا الأكارم مثل ما تابعنا وشاهدنا مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، هذا الهدف ربما أبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة للفريقين، الفريقين مهددان حقيقة بالهبوط، اللي نتمنى أنه الفريقين يتجاوزون الحالة الفنية اللي هم بها ويكون قادم أو تكون نتائجهم في قادم المباريات أفضل من ذلك. إلى هنا أحبتي نكون قد أنهينا تغطيتنا لهذا اليوم، حتى نلتقيكم في تغطيات قادمة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.